على الرغم من الوقت القصير مستر ريكاردو هو التمرينين مع الفريق، لكن النهارده ابتدت تظهر البصمات. شفنا شراسه في الناحيه الدفاعيه، في استخلاص الكوره، في الارتداد، دي كلها امور ايضا هنشوفها على المدى البعيد خلال الفتره القادمه. كي اوجي ساو سو دو يشترينوش برافو سي كون ايكيبا ماس كونسيغيموش اوجي افير ا لينيا ديفنسيفا مايز اجريسيفا تامبي ايكيبا فورتي نوش دويلوش بارا نو بيردير ا بولا فاسيو كي ديش كي كون سيرتيزا نو فوتورو فاموش فير كويزاس ميليوريش سين Nós sabíamos que hoje, eu sabia que não iríamos fazer um grande jogo. Aliás, até acho que fizemos melhor do que aquilo que eu estava à espera. المدرب طبعا كان على علم ان النهارده مش هتكون المباراه بشكل جيد جدا، ولكن بيقول مع كل ده قدرنا ان احنا نقدم مباراه اكتر او افضل بكتير من ما توقعتها. A confiança não era a melhor, perdemos o último jogo, entrou um treinador novo com ideias diferentes. que requer algum tempo, era importante passar confiança aos jogadores e eles fizeram um bom trabalho nesse aspecto, foram muito comprometidos, fomos uma família dentro do campo e isso foi determinante para ganhar. طبعا المدرب بيقول انا بوصولي كمدرب جديد لسه بتعرف على المجموعه، ولكن كان هدفنا ان احنا نقدر ندي ثقه للاعبين، اللاعبين يكتسبوا الثقه ومنها نحسس اللاعبين ان احنا اسره مع بعض وان احنا كلنا بنسعى لنفس الهدف، وده هيكون بالنسبه لنا حاجه اساسيه جدا من ان احنا نقدر نادي الشغل بشكل افضل برضه وان احنا نوصل لحاجه افضل من كده. مشكور مستر ريكاردو، نتمنى له التوفيق في المباراه اللي جايه ومشواره مع النادي الاهلي، وانا عارف ان في مؤتمر صحفي دلوقتي، نتمنى له كل التوفيق في اللي جاي. Muito obrigado. E foi importante esta vitória porque o Ali vai disputar novamente uma final e é muito, muito importante para os jogadores, para o clube vencer a final. O objetivo foi cumprido, que era o mais importante. Obrigado. طبعا بيشكرك وبيقول ان الحمد لله قدرنا النهارده نحقق هدفنا من ان احنا نفوز في المباراه، نوصل منها لمباراه النهائي، ودي حاجه طبعا يستحقها النادي الاهلي ويستحقها اللاعبون بعد المباراه اللي قدمناها النهارده. وبالتوفيق باذن الله مستر ريكاردو. بوا سورتي بارا فوتورو. Muito obrigado.